دي يا جماعة الطماطم المخوصة اللي هي يعني بتبقى نص سوا يعتبر، دي بياخدوها بتوع المطاعم ودي سعرها مرتفع جدا، هنشوف سعرها. طبعا الخيار سعره ارتفع جدا، يعني زي ما تقول كده ركب الصاروخ النهاردة. الطماطم اللي هي بقت في التراب سعرها انخفض جدا. البامية شد حيلها شوية، هنشوف الأسعار يا جماعة، تابعوا معانا الفيديو للنهاية. اهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان في قناة الزراعة في مصر واسعار الخضار. ما تنسوش يا جماعة اهم حاجة تعملوا لايك للفيديو، اللايك يا جماعة بيرفع الفيديو، خلي غيرك يستفيد وغيرك يعرف الاسعار، وشاركوا الفيديو. ولو في متابع جديد اول مرة يشوفنا ما ينساش يشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو، وفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد، بدل ما كل يوم تبحث على اسعار سوق العبور واخبار سوق العبور وتقعد تكتب في البحث، لا انت اشترك في القناة وكل يوم هيجي فيديو لحد عندك يقول لك اخبار واسعار سوق العبور ومطلع تحديث للاسعار اول باول. سريعا كده علشان ما نطولش عليكم وتزهقوا مننا، هنعرض ليكم الاسعار. البطاطس النهاردة يا جماعة، البطاطس التلاجات سعرها ارتفع، يعني مش تلاجات بس، انا قصدي على البطاطس كلها. بطاطس التلاجات النهاردة 3.5 الى 4.5 جنيه. البطاطس الكارة تبريد 5 جنيه الى 6 جنيه. البطاطس وصلت الى 6 جنيه، يعني اللي عنده طن بطاطس او 2 طن بطاطس الطن ب6000 جنيه، ده في الجملة. في التجزئة طبعا بيتباع الكيلو من 8 جنيه الى 9 جنيه، وفي بعض الاماكن ممكن يصل الى 10 جنيه. ياريت يا جماعة تكتبوا لنا في التعليقات اسعار الخضار في سوق التجزئة عندكم، اكتب لنا المكان والاسعار. البطاطس النوالة يا جماعة من 5 جنيه الى 5.5. بطاطس تايسو 5 جنيه الى 6.5 جنيه. البطاطس وصلت ل6.5. طبعا الزرع المميز هو اللي ماسك سعر في البطاطس. ان شاء الله يا جماعة بشاير الزرع الجديد البطاطس هتبدأ من شهر 10 وشهر 11، وان شاء الله الاسعار هتهدي عن كده بكتير جدا جدا، لان طبعا سبب ارتفاع اسعار البطاطس اليومين دول البطاطس دي كلها متخزنة. احنا كده نقدر نقول يا جماعة ان البطاطس تبدأ من 3.5 الى 6 جنيه حسب جودة الزرع وحسب صلابة البطاطس واحجامها. البامية خلصنا البطاطس، دي البطاطس الكارة دي يا جماعة. الخيار النهاردة يا جماعة طبعا وصل الى 7 جنيه. الخيار وصل الى 7 جنيه. البامية النهاردة يا جماعة، البامية الحمراء من 18 جنيه الى 20 جنيه، والبامية الخضراء من 17 جنيه الى 18 جنيه. البتنجان المخدد، البتنجان المخدد النهاردة من 2.5 الى 3 جنيه في الزرع النظيف. الكوسة النهاردة يا جماعة من 4 الى 5 جنيه. متابعينا اللي بيسألوا عن أسعار الكوسة، النهاردة الكوسة من 4 الى 5 جنيه. الشطة يا جماعة من 2 جنيه الى 3 جنيه في الزرع النظيف. يعني زي ما شايفين ما شاء الله ده أعلى جودة في الشطة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، تصل إلى 3 و3.5 جنيه. الكرنب يا جماعة الحباية الواحدة بتبدأ من 8 جنيه لحد 10 جنيه، يعني ممكن لو هتجيب لك 100 واحدة ممكن تجيبه من 90 جنيه الى 100 جنيه لو هتجيب 10 حبات. يعني الطماطم طبعا الطماطم سعرها انخفض النهاردة وما زال في الانخفاض، والسبب في انخفاض اسعار الطماطم ان طبعا العروة الجديدة ابتدت وزرع الشرقية كتير جدا، ابتدت الشرقية ان هي تودي سوق العبور والمعروض كتير فسعرها انخفض. فنقدر نقول ان سعر الطماطم النهاردة من 45 جنيه الى 50 جنيه، واعلى جودة في الطماطم 60 و65 جنيه، وفي النظيف خالص نقدر نقول 80 جنيه، وزن العداية طبعا 20 كيلو. والطماطم المخوصة يا جماعة لانها قليلة في سوق العبور بتصل الى 120 جنيه للعداية، وزن العداية طبعا 20 كيلو، زيها زي الطماطم اللي هي الطماطم الحمراء. طبعا بقى في طماطم اللي هي طماطم صلصة وطماطم التعبانة خالص، دي اللي هي بتبدأ من 45 الى 50 جنيه. البصل يا جماعة، البصل الاحمر النهاردة يعني يعتبر ان هو شد حيله شوية،
من 1.5 جنيه الى 180 قرش، والبصل الابيض وصل 2.5 جنيه. التوم يا جماعة من 5 جنيه الى 6 جنيه، و6.5 جنيه في الزرع النظيف. الليمون النهاردة من 5 جنيه الى 7 جنيه و8 جنيه. طبعا في بعض الناس هتقول ده فيه بتلاتة وكده، في ب3 جنيه الى 4 جنيه، بس بيبقى يعني المفروز يعتبر، والزرع التعبان يعني لحبيته صغيرة. الزيتون يا جماعة اللي هو النوع التفاحي من 13 جنيه الى 15 جنيه، وفي طبعا جودات اقل في الزيتون ب10 جنيه للكيلو. البتنجان الابيض يا جماعة، عرضنا البتنجان المخدد، البتنجان الابيض 2.5 الى 3 جنيه، بتنجان العروس 3 جنيه و2 جنيه، بتنجان الرومي من 2 الى 2.5 و3 جنيه الا ربع. ده الزيتون يا جماعة قدامكم اهو، قلنا سعره من 13 ل 15 جنيه. البطاطا يا جماعة 3 جنيه للكيلو. طبعا يا جماعة يا ريت لو نسيت حاجة اكتبوا لنا في التعليقات اسفل الفيديو، وما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك للفيديو وتشاركوا الفيديوهات وتدعموا القناة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.